معنا عبر الهاتف المهندس محمد العمور، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وأيضا رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين. أهلا بك أستاذ محمد. يا هلا، مساء الخير، ومساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين. أستاذ محمد، يعني عقب هذا اللقاء مع فريق الأمم المتحدة، يعني ما هي أهم المحاور التي تخص القطاع الفلسطيني وأيضا في إطار تطوير المنظومة الاقتصادية في فلسطين؟ يعني حقيقة جرى بالأمس اجتماع مع مكتب ممثلي المنسق الخاص للأمم المتحدة. نعم. والمنسق المقيم برئاسة السيدة سيليا رئيسة وحدة التنسيق في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة. نعم. أطلعتنا السيدة سيليا والوفد المرافق لها على طبيعة عمل هذا المكتب، والذي يتمحور بشكل أساسي في وضع السياسات العامة التي لها علاقة بالتدخلات في القطاع الاقتصادي التي تهم القطاع الخاص من خلال الأمم المتحدة وعبر الأذرع المختلفة للأمم المتحدة المؤسسات التنفيذية. هذا المكتب يضع السياسات العامة ويقوم بتنفيذها من خلال الأذرع التنفيذية المختلفة اللي إلها علاقة في الأمم المتحدة ومرتبطة فيها. كان الاجتماع أساسا للاستماع لرأي القطاع الخاص ومجلس التنسيق للقطاع الخاص في هذا الموضوع، وأطلعونا على المحاور الأساسية التي سيعملون فيها أو من خلالها خلال السنتين القادمتين من سنة 23 و25. وبالتالي كانت المحاور الأساسية لهذه السياسات العامة للأمم المتحدة تتمحور حول 4 محاور قدمونا إياها. المحور الأول التنمية الاقتصادية المستدامة، والمحور الثاني المسؤولية المجتمعية، والثالث الأمن الغذائي، والمحور الرابع المناخ. ونحن من طرفنا كقطاع خاص فلسطيني ومن خلال المجلس التنسيقي اقترحنا وطالبنا بإضافة المحور الخامس لهذه المحاور، وهي التحديات والعقبات التي تواجه التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين والمتمثلة بشكل أساسي في الاحتلال الإسرائيلي. يمكن هذا المحور لابد أن يكون من أوائل هذه المحاور التي يتم أو الضرورة لنقاشها والعمل بها. هذا صحيح، ولذلك نحن أثرنا هذا البند لإضافته على الأجندة التي لها علاقة في الأمم المتحدة، لأن لا يمكن أن يكون هناك تنمية اقتصادية وتنمية مستدامة في ظل الاحتلال. الاحتلال هو العقبة الأساسية في ظل التنمية المستدامة، ونحن نريد تنمية مستدامة بكل ما تعنيه الكلمة. لا نريد اقتصاد خدمات، ولا نريد حلول جراحية فقط لها علاقة في ظروف آنية. نحن نريد تنمية اقتصادية فلسطينية بعدها دائم ومتواصل، لها علاقة بتثبيت الناس على الأرض وتثبيت صمودهم، اللي أساسا هو محور العملية الوطنية الفلسطينية منذ أكثر من 74 عام لغاية الآن. وبالتالي يعني إحنا وجدنا يعني آذان صاغية في هذا الاتجاه، وتم الاتفاق بين الضيوف ووحدة المنسق العام للأمم المتحدة على استمرار المباحثات، وأن يكون هناك اجتماع قريب جدا للخروج بتوجهات مشتركة من أجل فعلا تنفيذ قطاعات التنمية المستدامة في كافة تفاصيلها وكافة مناحيها. وأكدنا خلال هذا الاجتماع على أن القطاع الخاص الفلسطيني هو قطاع وطني بامتياز، يعمل للمصلحة الوطنية العليا وضمن المؤسسات الرسمية الحكومية والشعبية التي لها علاقة في كيان ووجود الشعب الفلسطيني. نعم، شكرا جزيلا لك. كنت معنا المهندس محمد العمور، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك.